ليست مشاهد أرشيفية من الاحتجاجات في سوريا عام 2011، بل هذه الشعارات هي ضمن مظاهرات ودعوات لإضراب تشهدها محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وزاد من حدتها تردي الأوضاع الاقتصادية. الاحتجاجات في مدينة السويداء مشاهدينا على الوضع المعيشي قد تكون متكررة، إلا أن الجديد فيما تشهده البلاد هو تصاعد الأصوات المعارضة حتى من داخل المناطق الأكثر ولاءً وموالاة للرئيس الأسد ومن أبناء طائفته العلوية بحسب ما يتداوله الإعلام. أحمد إبراهيم إسماعيل هو أحد أبناء مدينة جبلة الساحلية، أعرب عن خيبة أمله لما جاء في مقابلة للرئيس الأسد تحدث فيها عن التحديات التي تواجه سوريا. إسماعيل انتقد الأسد وتساءل إلى متى هذا التحليق بعيداً عن الواقع بحسب تعبيره. فخامتك لا تصدق هدول المشايخ اللي بدعوا لك بطولة العمر، ولا تصدق هدول اللي بيقولوا عنك الاقتصاد الأول إذا تكلمت شوي على الاقتصاد، ولا تصدق من يقول إنك القاضي الأول والمحامي الأول والراعي الأول والمزارع الأول. هاي خطابات، وأنا أحد الناس كنت أتمنى حقيقة أن أسمع خطاب مغاير، مقابلة مغايرة، على مبدأ أن تصل متأخرا أفضل من ألف مرة من أن لا تصل أبدا. خاب الأمل حقيقة، خاب الأمل بكل شيء. لا أعلم لماذا هذا التحليق بعيدا عن الواقع. لا لا لا، لم أجد في كل هذه المقابلة أي شيء يلامس وجعي. في منشوراته على فيسبوك يقول إسماعيل إن ما يحدث هو عدوان ثلاثي حاقد لا أخلاقي مؤلف من القيادة العليا والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ضد الشعب، وذلك طبعا على خلفية غلاء الأسعار وتردي الوضع المعيشي. ولكن لم يمر الوقت طويلا حتى أطلت ابنته من صفحتها على فيسبوك وقالت إن والدها معتقل لدى الأمن العسكري. شابين من الأمن العسكري بيقولون أنه أنا بدي موبايل أبوكم، وأبوكم بخير وما عاد بعرفنا شي عنه. أخذوا الموبايل وراح وما عرفنا عنه شي نحن أبدا، وبتمنى منكم تساعدونا لأنه نحن ما بنعرف عنه شي، نطلع بلا أكل. بتمنى الكل يساعدنا وتتحول القضية لرأي عام، لأنه هو كان عم يحكي عن وجعنا كلنا وكان عم يحكي عن تعبنا كلياتنا. هذه بعض من ردود الفعل على مواقع التواصل. صلاح يقول بحظي إذا الشيخ صالح العلي وسلطان هذه ليست تغريدة صلاح، لنذهب إلى تغريدة صلاح الأولى، هذه هي ناشط. شو هو؟ وين كان وقت القتل والضرب وسفك الدماء؟ ولا لما وصلهم النظام وصلهم النظام للذل والجوع حتى حكى؟ أما كرم يقول بحظي إذا كان الشيخ صالح العلي وسلطان باشا ويوسف العظمى بيرجعوا بيعيشوا وبيحكوا كلمة رح يعتقلوهم للأسف، وتهمتهم جاهزة. السني إخوانجي إرهابي والأقليات عملاء لإسرائيل والليبرالية الحديثة، والكل بيعرف هالحكي. أما إلهام إسماعيل فقالت سوريا بلدنا وبشار قائدنا وسنبقى على العهد، فترة صعبة وبدنا نتعاون كلنا لنتجاوز هالمحنة، نحن بلد واحد وإيد واحدة. من ناحية أخرى مشاهدينا، المظاهرات المنددة بالغلاء وتوفير الطعام امتدت إلى القرب من العاصمة السورية. ما بدنا حاكم أشعار، بدنا ناكل يا بشار، ما بدنا حاكم أشعار. فمدينة جرمانة في ريف دمشق شهدت احتجاجاً بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد عقب رفع أسعار المحروقات مؤخراً، كما شهدت درعا في الجنوب السوري خروج مظاهرات في مناطق متفرقة من المحافظة ونادت بإسقاط النظام والاستجابة لدعوات إضراب عام. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج، سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.